طبعا احنا في وزارة التجارة عندنا خطة نعمل عليها ان توزيع المفتشين. طبعا في مفتشين على التموين وفي مفتشين على الاسواق التجارية يراقبون الاسعار والكميات وآلية البيع، وفي مفتشين بالشبرة وفي مفتشين طبعا كل مكان احنا منتشرين بالاسواق مفتشين يعملون خلال ساعات فترة عمل المحلات. طبعا حاليا هو كله منافذ بيع المواد الغذائية، فمركزين عملنا على منافذ البيع الغذائية. ممتاز. طيب خلني انتقل وياك بما نسمعه يوميا سواء في الاخبار او مواقع التواصل الاجتماعي عن اغلاق محلات مخالفه وعن فرق تفتيشيه احيانا يقودها وزير التجاره خالد الروضان، يا ريت تكلمنا عنها واذا في ارقام او احصائيات تتوفر عندك. طبعا الفرق يعني معالي الوزير دائما يكون يراس فرق، والفرق كلها طوارئ كلها تحت معالي الوزير، ف نطلع جولات تفتيشيه فيكون معانا معالي الوزير بالجولات حتى التفتيشيه. نعم. ونكون بالميدان مع المفتشين، وفي حال صادف اي مخالفه او اي تلاعب في الاسعار او تلاعب في الوزن او غش تجاري يتم اغلاق المحل فورا. هذا من العقوبات اللي يعني استحدثناها، ان يتم الاغلاق فورا والمخالفه. في السابق كان آلية العمل لا يحال مثلا النيابة التجارية أو ينظر إلى اللجنة واللجنة تعرض يعني عليه، ولكن الحالات الاستثنائية ألزمت أن نغلق المحل، وإغلاق المحل يتم فورا ويتتخذ الإجراءات ويحال أيضا إلى النيابة التجارية. لا زالت تنعقد في عندنا الإخوان لجنة المحاضر. نعم. تنعقد عندنا وشغالين ويزاولون عملهم. وطبعا الاعداد احنا الاحصائيات طبعا احنا طبعا صارت الجولات كلها مكثفه. طبعا احنا قبل تدري حتى فريق الطوارئ. نعم. كان يداوم يوم بيومين، يعني هو نظام 24 ساعه، ولكن حاليا كلهم مداومين للطوارئ، كل الفرق مداومه ما في نظام العمل مثلا اللي هو يوم بيومين. الحمد لله الاحصائيه يعني المحلات تم، يعني انا اقول لك من مثلا من بدايه اثنين من 24/2 الى 31/3، يعني عند الاحصائيه يعني مثلا عدد المحاضر 1090 محضر، عدد اغلاق المحلات 132، عدد الجولات التفتيشيه 10200. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. يعني هذا خلال هالفتره هذه تقريبا نتكلم عن شهر وكم يوم، فزادت يعني معناته هذا يعني تكثيف الجولات. صحيح. زاد التكثيف طبعا أكيد. للمزيد من الرقابه وتطبيق القانون في المحل الاسواق والمحلات التجاريه. احنا نشد على ايدكم على هذه الجهود الجبارة، وان شاء الله يعطيكم الصحة والعافية.